متواصلين مشاهدينا الاعزاء ايها الحبل الكريم مع انطلاقه الشوط 21 من اشواط هذا الصباح. اشواط اليوم هي 25 شوط، يتبقى بعد هذا الشوط اربع اشواط، باقي اربع اشواط فقط. والمركز الاول ومقدمه الشوط هنا الفائزه لفرج بن ناصر بن حفيظ ال حفيظ المري على المركز الاول، ولكن دخول وتسلل من الجانب الاخر الشاهينيه لناصر بن عبد الله بن محمد الحميدي غيرت واختطفت المركز الاول. هذه الشاهينيه على المركز الاول لناصر بن عبد الله بن محمد الحميدي. المركز الثاني اللواريه خليفه بن خليفه بن عبد الله بن عبد الله العطيه. على المركز الثاني خليفه بن خليفه بن عبد الله العطيه يقدم لنا اللواريه. المركز الثالث الوصول من وجدان محمد بن صالح آل سعد. وعلى المركز الرابع الشاهينيه لحسن بن راشد الجفال النعيمي، بينما المركز الخامس الفائزه لفرج بن ناصر بن حفيظ. هذا هو ندائنا الاول، ونعود الى الشاهينيه من تحلق على صداره الشوط. وان فازت بالسلام سيتجه الى اصنيع الحميدات في هذا الصباح وفي هذا اليوم. هذا هو شعار ناصر بن عبد الله الحميدي. يا سلام. المركز الثاني اللواريه خليفه بن خليفه بن عبد الله العطيه على المركز الثاني، ولكن التسلل من الشاهينيه والشعار حسن بن راشد الجفال النعيمي. من تقدمت اخذت المركز الثاني. الثالثه هنا اللواريه خليفه بن خليفه بن عبد الله العطيه. المركز الرابع يا متابعين الفائزه لفرج بن ناصر بن حفيظ. المركز الخامس ومن تتقدم الى المركز الخامس في اول نداء هنا الدكتوره لزايد بن سعيد بن محمد مطوع الخيارين، وشكل ممتاز من الدكتوره من تحتل المركز الخامس. اعود الى مقدمه الشوط. الله يا هلا صنيع الحميدي. الحميدات صنيع الحميدات على مقدمه الشوط. يا سلام. إذن 1200 متر يا متابعين. إذن المركز الثاني هنا الخطورة من شعار الجفالي القادمة الشاهينية حسن بن راشد الجفالي النعيمي. متابعين الأعزاء أهل الغويرية قادمين على المركز الثاني. المركز الثالث الفايزة لفرج بن ناصر بن حفيظ، ويتسلل أيضا شعار الزايد بن سعيد بن مطوع الخيارين مع الدكتورة على المركز الثالث، ولكن 900 متر الأخيرة يا متابعين. وهل أيضا هنا الشاهينية ناصر بن عبد الله بن محمد الحميدي. يا سلام يا الحميدي. يا سلام. العصا قوس والانطلاق ذاتي بل تلقائي في هذا الشوط. الله 700 متر يا متابعين، والشاهينية ما زالت سيدة الموقف، وخط النهاية يقترب وبرج المراقبة يقترب والناموس يقترب من الشاهينية، وهي تقترب وتزحف تزحف وتنطلق إلى المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق وعلى هذا الشكل وعلى هذا الأداء. انطلقت الشاهينية ناصر بن عبد الله بن محمد الحميدي، انطلقت بناموس الشوط. صنيع الحميدات يحتفلون بهذا السلام. سلام سلام وتحية واحترام لمنطقة صنيع الحميدات في هذا اليوم على هذا الفوز المستحق. هذه الشاهينية تهدي السلام إلى هناك وتنقل التحيات والناموس إلى مالك هذا الشعار ناصر بن عبد الله بن محمد الحميدي. تهانينا يا ناصر بن عبد الله بن محمد الحميدي على هذا الفوز المستحق. وسلام يا الشاهينية. سلام سلام يا الشاهينية. سلام على هذا الانطلاق وعلى هذا الفوز بناموس الشوط. سلام صنيع الحميدات بمناسبة فوز الشاهينية واختطافها لناموس الشوط وللمركز الأول. المركز الثاني بيضة لمحسن لمحمد بن محسن فديره المري. المركز الثالث الدكتور اللي حمد بن فرج بن حفار. المركز الرابع الشاهينية لحسن بن راشد الجفال النعيمي. المركز الخامس سرابة لمحمد بن زايد بن محمد المنصور. Thank you.
إذن مشاهدينا الأعزاء، هذا هو ملخص الشوط الماضي، الشوط 21، والشاهينية هي من فازت بناموس الشوط. هذه الشاهينية يعني في هذا الشوط تصدرت معظم مسافات الشوط وختمت هذا التصدر بهذا الناموس الغالي والثمين في هذا اليوم. هذه الشاهينية تصل إلى خط النهاية مقدمة عرض ممتاز ورائع، 4:31، 96 جزء من الثانية. تهانينا والناموس ناصر بن عبد الله بن محمد الحميدي، المركز الثاني بيضة، توقيتها 4:33، 6 أجزاء من الثانية، وبيضة أول نداء لها على خط النهاية. تهانينا لمحمد بن محسن بن ديلة وكذلك الدكتورة، هذا أول نداء على خط النهاية، 4:34، 30 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الدكتورة حمد بن فرج بن حفار المري، والتهاني لجميع